من القاهرة ينضم إلينا سامح محروس مدير تحرير جريدة الجمهورية. سيد سامح، بعد التحية دعنا نبدأ من الخبر الأحدث، وهو هذه الأزمة الدبلوماسية الناشئة ما بين موسكو وتل أبيب على وقع يعني تصريحات وصفتها موسكو بأنها غير مقبولة من السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو. لماذا برأيك يعني تطل هذه الأزمة في هذا التوقيت؟ يعني إسرائيل كانت تنتظر دعم أقوى من موسكو وإدانة لحماس، لماذا تأخر ذلك؟ صباح الخير وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. في الحقيقة طبعا يعني هي الأزمة دي مسألة متوقعة في ظل التباينات السياسية التي تفصل بين يعني موسكو وواشنطن فيما يتعلق بالأزمة الجارية في قطاع غزة. كلنا نذكر أنها كانت هناك جهود دبلوماسية قوية جدا مارستها روسيا داخل مجلس الامن الاقرار او لاصدار قرار بوقف اطلاق النار او بوقف دائم اطلاق النار، والحقيقه طبعا فوجئنا او يعني وجدنا ان كان هناك حاله من حالات تبادل الفيتو بين الولايات المتحده من جهه وروسيا والصين من جهه اخرى، وبالتالي النهارده الموقف الروسي من الازمه داخل قطاع غزه هو موقف واضح وموقف داعم طبعا لحق الشعب الفلسطيني، ويرى ضروره اقامه دوله فلسطينيه، ويرى ان يبدا هذا الامر بوقف دائم لاطلاق النار وانهاء العمليه العسكريه. وبالتالي النهارده يعني في ظل هذا التباين بين الموقفين الروس والامريكي، طبيعي جدا ان مثل هذه الموقف لا تعجب يعني الحكومه الاسرائيليه، ولا سيما ان اسرائيل حاليا ما زالت تصر على استكمال او استمرار العمليه العسكريه بحسب ما اعلن نتنياهو في العديد صحيح من يعني هذا ما يعني الوزراء. صحيح ما تذكره سيد سامح. سؤالي بخصوص لماذا تاخر الاعتراض الاسرائيلي حتى هذه اللحظه؟ يعني موقف روسيا واضح منذ البدايه، لماذا تعترض عليها اسرائيل يعني حاليا؟ يعني انا اعتقد دي مساله ليها علاقه بتطورات الموقف على يعني على في يعني الموقف السياسي والموقف العسكري الحالي. طبعا يعني لعل حضرتك وكل الساده المشاهدين يذكروا ان اسرائيل حاليا تواجه ازمه كبيره، هناك ازمه سياسيه، هناك تصدع داخل بين القيادتين السياسيه والعسكريه داخل اسرائيل. امس بحسب هيئه البث الاسرائيليه اعلن الجيش الاسرائيلي بشكل واضح انه يرغب في التوصل الى وقف اطلاق النار لانه لم ينجح حتى الان في تحرير الرهائن. على الجانب الاخر نتنياهو يصر على استمرار هذه العمليه العسكريه، وبالتالي النهارده هناك اشكاليات، هناك تفاعلات داخل المجتمع الاسرائيلي كلها تشير الى وجود اخفاقات واضحه جدا على المستوى السياسي والمستوى العسكري، بدا هذا منذ يوم 7 من اكتوبر سواء فيما يتعلق بعدم القدره على توقع مثل هذه العمليات، ثم في الاخفاق مع التعامل مع هذه العمليات، ثم في عدم وجود رؤيه سياسيه واضحه في الداخل الاسرائيلي للخروج من هذا المأزق الغزاوي. وبالتالي النهارده انا ارى ان هذه المساله ليست بعيده حاليا عن الداخل الاسرائيلي وما يشهده من تفاعلات، يعني في الحقيقه تؤكد ان اسرائيل بالفعل حاليا في الداخل الاسرائيلي هناك ازمه قويه. استطلاعات الراي داخل اسرائيل تشير الى ان اكثر من 60% من المواطنين الاسرائيليين ما زالوا يؤيدون العمليه العسكريه، ومع ذلك هناك ضغط كبير جدا من اسر المحتجزين لدى حركه حماس وغيرها من الفصائل تطالب بدوره ابرام صفقه وفورا، وان يتم حتى وان وصل الامر الى الكل مقابل الكل. وبالتالي النهارده في اشكاليه داخل اسرائيل، هناك ردود افعال غير محسوبه غير مسؤوله، نلمس على الكثير من التصريحات غير المسؤوله حتى كما راينا مؤخرا بن غفير وهو يتحدث ويتهم الاداره الامريكيه بانها تدعم حماس. وطبعا دي مساله انا اعتبرها دي نكته سياسيه يعني من الطراز الاول، يعني ان اسرائيل تتهم وزير اسرائيل يتهم الاداره الامريكيه بانها تدعم حماس، وفي حين ان امريكا هي اول من حركت البوارج الحربيه وحاملات الطائرات منذ الايام الاولى لهذه الحرب لتامين اسرائيل وتامين وصول امدادات عسكريه وتامين عدم اتساع منطقه الحرب. هل تاتي مثل هذه التصريحات من قبيل الابتزاز؟ في حاله لخبطه جوه اسرائيل. هل هي بالفعل كما تشير هي حاله من حالات خلط الامور، ام انها للابتزاز فقط لكي تقدم الولايات المتحده اكثر مما تقدم؟ خصوصا ويعني وبايدن نعم يعني يتحسب للانتخابات المقبله واللوبي الصهيوني وتاثيره. طبعا احنا ما نقدرش نفصل ما يحدث حاليا عن الانتخابات الرئاسيه الامريكيه التي تجري شهر نوفمبر القادم طبعا، وبرضه ايضا يعني اشير الى ان الاداره الامريكيه الاداره الديمقراطيه الحاليه تواجه ازمه شديده سواء حتى داخل البيت الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس بايدن، او حتى في مشكله اخرى مع الجمهوريين الذين يضغطون على بايدن في الكثير من الملفات، وتتهم اداره بايدن بانها اداره خجوله مترددة لا تملك رؤيه في اتجاه الشرق الاوسط، مقارنات واضحه جدا بين ما يفعله بايدن حاليا وما كان يفعله الرئيس ترامب الرئيس السابق ترامب، سواء فيما يتعلق بملف التعاون مع ايران وبعد خصوصا بعد تعرض يعني البرج 22 في الاردن لاستهداف اسفر عن مقتل 3 جنود امريكان.
كل دي امور بتعمل نوع من الضغط، وبالتالي النهارده انا ما اقدرش افصل ما يقوله بن غفير ومذكراته السفير الاسرائيليه عن هذا الموقف الدولي المعقد الذي تواجه فيه الاداره الامريكيه مأزقا كبيرا، وهي تستعد لخوض انتخاب سباق رئاسي يفصلها عنه حوالي 8 اشهر من الان، المفروض ان بيبدا الاستعداد من الان. طبعا النهارده بايدن يخوض الانتخابات وسط يعني في الحقيقه طبعا وهو فشل، وواضح جدا ان في اخفاقات في السياسه الامريكيه، الاقليم مشتعل، لدينا جبهات تتسع مفتوحه سواء في بحر جبهه الحوثيين في البحر الاحمر، سوريا، العراق، الجبهه اللبنانيه، النهارده بنتكلم في قطاع غزه لا توجد افق واضحه جدا، بلينكن ياتي الى المنطقه. لا أرى جديدا في زيارة بلينكن فيما يحمله بلينكن من أهداف باستثناء شيء وحيد فقط يحمله الجديد في هذه المرة، هذه الزيارة الخامسة دون عن الزيارات الأربعة الأولى، هو أنه جاء ليتحدث عن إمكانيات أو أفق إقامة دولة فلسطينية وبحث هذه المسألة، هو ده الجديد الذي سيأتي به بلينكن الآن. لكن فيما يتعلق بفكرة الدعم الإغاثي والدعم الإنساني، دي مسألة ما فيش فيها، احنا من يوم 7 أكتوبر عندنا مشكلة في المسائل الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، وأيضا أشير إلى أنه من الخطأ أن يتم اختزال القضية الفلسطينية فإنها قضية إنسانية، القضية الفلسطينية هي قضية سياسية في المقام الأول وليست قضية تقف على حدود فكرة أن تكون هناك مساعدات إغاثية، وبالتالي في حال توفير هذه المساعدات نبقى كده حلنا مشكلة. لا طبعا هناك مشكلة أكبر من ذلك، وهناك مشكلة لديها أكثر من 75 سنة، وبالتالي النهاردة ما يأتي به بلينكن المنطقة هو لا يأتي بجديد باستثناء ما يحمله من أفكار ومقترحات سيطرحها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بإمكانيات واحتمالات إقامة الدولة الفلسطينية المطلوب إقامتها. طيب الحديث أيضا عن يعني أشرت إلى حديث بن غفير تحدث عن أن الهجرة الفلسطينيين هي الحل الأمثل، عن أي هجرة يتحدث؟ هل هجرة طوعية أم الهجرة القسرية؟ في الحقيقة يا فندم أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني ما قراه بن غفير هو ليس بجديد، هي أطروحات قديمة متجددة في الداخل الإسرائيلي تعبر عن رغبة داخل اليمين المتطرف في إسرائيل لفكرة إعادة السيطرة على قطاع غزة وإعادة السيطرة على ما وراء نهر من غرب نهر الأردن هي الضفة الغربية، وأن يتم بقى التهجير سواء لمصر أو الأردن، إقامة جزر صناعية في البحار. يعني الحقيقة بنسمع أفكار وأطروحات غريبة توضح أن هناك حالة من حالات، يعني مش عايز أقول الخلل الفكري، لكن هناك يعني في يعني حتى في نوع من التصاعد الغريب جدا، وهناك وثائق تم تسريبها، كلنا نذكر الوثائق الالمانيه التي تتحدث عن رغبه نتنياهو في الضغط على مصر وغيرها من الدول في سبيل قبول هؤلاء، وثائق معهد مسجاف الاسرائيلي لبحوث الامن القومي والصهيونيه التي تتحدث عن امكانيه تهجير هؤلاء الفلسطينيين سواء في مدينه العريش ومدينه الشيخ زايد بمدينه اكتوبر هنا في مصر، بل اكثر من ذلك انها وضع حتى حصر واحصاء بعدد الشقق الخاليه وثمن الشقه، وحط ان الشقه 28000 دولار، وبالتالي يمكن تقديم حزب مساعدات اقتصاديه لمصر في سبيل قبول هؤلاء وما الى ذلك وغيره كثير وكثير من يعني من الاوراق، اللي حتى نتنياهو شعر بحرج وقال انها لا تعبر عن السياسه الاسرائيليه لكن هي مجرد اوراق مفاهيميه، وبغض النظر سواء كانت هذه الاوراق اوراق مفاهيميه او اوراق تعبر عن سياسه رسميه للدوله الاسرائيليه، لكن هناك رغبه دفينه واضحه بيعبر عنها اليمين المتطرف اللي هو يعني بيمثل التحالف الرئيسي للليكود وحكومه نتنياهو في الحاليه، هو بيعبر عن يعني للاسف شديد عن اطروحات فاسده، عن بضاعه فاسده يعني يتمنى ترويجها، واعتقد ان الموقف العربي كان واضح ممثل في مصر والاردن والمملكه العربيه السعوديه والجزائر وغيرها من الدول التي اكدت رفضها القاطع، واعتقد ايضا ان الموقف الامريكي رافض لهذا، وكلنا شفنا يعني العديد من التصريحات من الرئيس بايدن او من وزير خارجيته بلينكن يتحدث عن فكره رفض العمليه البريه، رفض فكره التهجير، هناك إقرار واتفاق بفكرة إقامة دولة فلسطينية باعتبار أن حل الدولتين هو الحل الأمثل، وهو ده الحل اللي اتفقت عليه كل المراجعات الدولية منذ أن بدأت عملية السلام في مدينة 91، ثم بعد كده وصلنا إلى أوسلو 93، وكان هناك اتفاق أوسلو هو اتفاق مرحلي مدته 5 سنوات، كان مفترض بحلول عام 99 تكون هناك إقامة لدولة فلسطينية قابلة للحياة على الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية على الحدود 4 من يونيو سنة 67، للأسف هذا لم يحدث. بدأنا بعد كده نشوف الحديث بدأ يتحدث عن فكرة دولة منزوعة السلاح، وده حتى نتنياهو تحدث عنه عام 2005 وعام 2009، ثم عاد نتنياهو ليتراجع عن هذه الأفكار مرة أخرى ويرفض فكرة إقامة الدولة ويرفع من سقف طلباته بعد عملية 7 من أكتوبر وما قبلها طبعا. لكن في الحقيقة طبعا يعني أنا عايز أقول أن للأسف لا توجد رغبة حقيقية في الداخل الإسرائيلي لفكرة إقامة هذه الدولة،
يعني حين نطالع عقلية نتنياهو وعقلية الليكود وعقلية اليمين الديني المتطرف الذي يحكم إسرائيل حاليا، هو لا يقر بحق الشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك أنه حين وقعت اتفاقات أوسلو سنة 93 تحدث رابين صراحة الذي وقع هذه الاتفاقات وقال أنه لن يسمح بإقامة هذه الدولة، وأن أقصى ما سيتم السماح به للفلسطينيين هو شيء ما يعني أعلى من الحكم الذاتي وأقل من الدولة. وبالتالي دي كلها هي أمور بتكشف عن يعني توجهات قوية بتمثل التيارات داخل المجتمع الإسرائيلي. لكن في الحقيقه النهارده يعني انا بعتبر النهارده ان هناك اجماع من القوى الدوليه الكبرى وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه بيعتبر انها الراعي الرسمي لاسرائيل، بضروره ان تكون هذه الدوله موجوده بصرف النظر عن شكلها، عن هل هي ستكون دوله مزرعه السلاح، لكن في النهايه لابد ان تكون هناك يعني عايز اقول يعني ان السلطه الوطنيه الفلسطينيه باعتبار ان هي تمثل منظمه التحرير الفلسطينيه، ثم السلطه الوطنيه الفلسطينيه تمثل المرجعيه الحقيقيه والممثل الشعب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ان يكون هناك توحيد للاراضي الفلسطينيه، توحيد للسلطه الوطنيه الفلسطينيه، ان تمد السلطه الوطنيه سلطتها وسيادتها على قطاع غزه، ان تكون هناك سلطه واحده تدير الامور داخل قطاع غزه وداخل الضفه الغربيه، تمهيدا لفكره ان تكون هناك دوله على حدود الرابع من يونيو. وان كنت اشك ان اسرائيل في ظل ما نراه حاليا من اطروحات يطرحها اليمين المتطرف من غفير وغيرهم من الوزراء المتطرفين، ان تكون هناك افق لاقامه هذه الدوله على الاقل في المدى المنظور.